الاخ الله يجزيك الخير، عندك نطالبوا من الجهه المسؤوله، ماشي بغينا مراحل هنا وما عندناش الماء. هنا في سوق الحي الحسني في دوار العسكر احنا كنعانيو من ما عندناش مراحل، ما عندناش الماء. السوق راه كنطالبوا بالماء والناس ما تيمشيو تيتبولوا هنا في الزرقاء. شحال تقريبا ديال المحلات فيه؟ احنا راه كاين فوق 100 واحد اللي كاينه ولا 150 ولا كذا. الناس راه ما كاينش مراحل الماء، هما من الاساسيات ديال هذا السوق هذا. ما عندناش، الله يجزيكم بخير الجهه المسؤوله باش تعاونوا معنا باش يكونوا مراحل وكل ما هو الان. الله يجزيكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله.